لحظة كما تشاهدون الآن، واندفعت الانتاج عمر السنتين على مسافة 1400 متر على بركة الله تعالى. الانطلاقة تأتي الآن من الخارج، وشاهدها لتصابيح في محاولة للتقدم، وكذلك رقم 9 وزين عين من الخارج الآن في المركز الأول. المطاردة تأتي لرقم 6 تاج سلمى في محاولة للتقدم من الداخل الآن، وشاهد أيضا التقدم للسموال في محاولة لفعل شيء في هذا الشوط. رقم 1 مستبسلة أيضا تحاول أن تتقدم ريان الطويرش، ولا زالت الصداره لوزين عين في المركز الاول مع نايف العنزي والانقضاض على الصداره، وكذلك رقم 12 السموال محاوله من الداخل الان بجانب السياج. المطارده تاتي لمستثنى في المركز الثاني، وكذلك مستبسله في محاوله للتقدم من الخارج الان، وشاهد ايضا ذايعه الصيد في محاوله التقدم الان. هنا ايضا مستثنى تحاول ان تدخل من بين الجياد في هذه اللحظه مع الاقتراب من المنعطف قبل الاخير. مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقه للسموال، السموال الآن في المركز الأول. مستثنى تحاول من الداخل الآن، وشاهد أيضا الانقضاض على الصدارة لتصابيح في محاولة للتقدم في هذا الشوط. رقم 20 الآن مشاهدينا خرافي في هذه اللحظة في محاولة التقدم، أو سلطانة السدرة في المركز الأول في هذه اللحظات، وخطف الصدارة والمركز الأول في شوطنا الأول. سلطانة السدرة في محاولة أيضا للتقدم مع دخول الآن لرقم 5 أبو حديد. سلطانة السدرة المحافظة على الصدارة، أبو حديد يحاول الآن، ولكن سلطانة السدرة في المركز الأول بكل قوة ما شاء الله تبارك الله في هذا الشوط. سلطانة السدرة رقم 19.